السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم شباب تالتة ثانوي وفيديو جديد ومادة الفيزيكس. إحنا في فيديوهين سابقين حلينا امتحان الثانوية العامة مصر 2015 فيرست سيشن، والنهاردة إن شاء الله هناخد الجزء الأولاني من مصر 2015 سكند سيشن اللي هو الدور الثاني. وتابعونا معايا يا جماعة على طول على الفيديوهات، علشان أنت كطالب لازم في الفترة دي تحل بوكلتس كاملة عشان تختبر نفسك، والجزء اللي يقف معاك تشوفه في الفيديو او ترجع له تذاكره تاني من الاول، بحيث انت ان شاء الله على اخر ما نخلص امتحانات البوكلتس ديت تكون انت لميت المنهج كله ان شاء الله. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. اهو سكند سيشن 2015. هو انسر ذا فولينج كويستشنز، اجب عن الاسئله الاتية. وعاوز هنا انوه يا جماعه على حاجه معينه. لما اقول لي مثلا تشوز تو انسر اي اور بي، تجاوب انت في الامتحان حاجه واحده بس منهم، علشان وقت الامتحان ما يروحش منك، ما تجاوبش كل حاجة عندك، تجاوب المطلوب واللي مش مطلوب تقول انت هتهدر في الوقت وتضيع حاجات، لا جاوب اللي هو ايه مطلوب بس، ولو معاك وقت تجاوب الايه الباقي عادي خالص، بس في الاول عشان ما نضيعش وقت نجاوب اللي هو ايه مطلوب بس. طيب السؤال الاولاني A و B بيتكلم عن الليزر اللي هو طبعا شابتر 7 ودوت ايه كانسل. السؤال الثاني بيقول برضو اختر في الاجابة A او B. mention one use for، قول استخدام واحد دي سيلف اندكشن اوف ذا كويل اللي هو الحث الذاتي للملف. احنا خدنا اصلا هو دي استخدامين بس في المنهج ما لهمش ثالث، اللي هو ايه بقى؟ نمبر 1 اندكشن فيرنسز فور ميلتنج ميتالز باي ايدي كارنتس، يعني افران الحث لانصهار المعادن او لصهر المعادن باستخدام التيارات الدواميه، وليه طبعا استخدام تاني اللي هو الايه في الفلورسنت لامبس، لمبات الفلورسنت اللي هي اللمبات الطويله اللي بيقول عليها لمبات النيون. لتر بي ميتشوال اندكشن بين ذا تو كويلز، يعني الحث المتبادل بين ملفين، وده اصلا كان الفكره الاساسيه في صناعه الكتريك او في عمل الكتريك ترانسفورمر اللي هو المحول الكهربي. دول ما فيش فيهم مشاكل. الجزء النظري يا جماعه هنعدي عليه على السريع علشان وقت الفيديو. نمبر 3 اكسبلين طبعا ظهور فيرنهوفرز لاين، طبعا ديت في شابتر كام؟ شابتر 6، وديت كانسل. نمبر 4 what is meant by the inductive reactance of the coil، اللي هي يا جماعه اكس ال اسمها المفاعله الحثيه للملف. هي it is the opposition that the alternating current phase in the coil due to the inductance of the coil، يعني هي المعوقه التي يلقاها لازم يا جماعه alternating current، التيار المتردد، التيار المستمر اللي هو دايركت كارنت لا ينتج عنه اكس ال ولا اكس سي. طب تمام، يبقى المعوقة التي يلقاها التيار المتردد في الملف بسبب الحث الذاتي لهذا الملف. السؤال نمبر 5 هو بيقول لي من الريليشن ديت هي علاقة بين الاي سي والاي بي، طبعا ديت في شابتر 8 وديت كانسل. نيجي للسؤال نمبر 6. هو بيقول لي برضه اختار في الاجابات A او B، كل المتاح علينا كل المقرر نحله. What is the role of، ما هو دور أو ما هي أهمية أو ما هي فائدة the core which is made of the soft iron in the electric transformer، يعني القالب المصنوع من الحديد المطاوع في المحول الكهربي. هذا القالب يا جماعة بيعمل إيه؟ It concentrates the magnetic flux and increase its efficiency، يعني هو بيركز الفيض المغناطيسي ويزيد من كفاءة هذا الإيه المحول. ليه؟ لانه بيقلل الفقد في الطاقه او جزء من الطاقه الكهربائيه على هيئه ايه؟ طاقه مغناطيسيه، يعني it decreases the loss of the a part of electric energy in a form of magnetic energy. بعد كده لتر بي منشن وان يوز فور ذا ستيب اب ترانسفورمر اللي هو المحول الرافع للجهد. هنا يا جماعه ستيب اب يعني هو بيرفع الفي، وطالما بيرفع الفي بيقلل الايه؟ الاي، لان الباور واحده. طيب يبقى step up the electric potential يعني هو بيرفع ال V at the electric power stations عند محطات توليد القوى الكهربية. ليه بقى بيرفع ال V؟ علشان يقلل ال I اهو to decrease the current intensity، فلما قلل ال I ايه اللي هيحصل؟ to reduce the loss in the electric energy، عشان يقلل الفقد في الطاقة الكهربية. وطالما قللت ال I يبقى انا قللت الايه؟ الباور، يبقى قللت اللي هو ايه؟ lose in the electric power. طب تعالوا للسؤال نمبر 7. هو مديني الكتريك سيركت دايره كهربيه، طبعا ديت هنطبق فيها كيرشوف. هو عاوز ايه بقى؟ فاليو اوف في بي، عاوز قيمه الفي بي. الفي بي انا عندي في السيركت ده يا جماعه تو لوبس
نركز هنا اشرحها على البورد علشان تكون واضحه. عندي تو لوبس، اللوب دوت لو سميته مثلا لوب 1 ودوت ايه لوب 2. اللوب 1 دوت الفي دي فيه، طب واللوب 2 مالوش دعوه خالص بالايه بالفي دي. طيب عشان نكون فاهمين المساله، انا عندي برضو 3 برانشز. برانش بادي من النقطه ديت اهي بالاحمر باينه خالص اهي، برانش ده كله لحد النقطه دي يبقى ده برانش، وفي برانش تاني اهو، وفي برانش تالت اهو. انا ماشي بالراحه خالص عند كل برانش عشان ديت مسائل برضه عايز افهم. طيب هو عايز مين بقى؟ عاوز الفي دي. طالما انا عندي مجهول واحد في عندي في اللي جايبها لي هتجسمه لي اجيب الايه؟ اجيب الفي دي من غير ما احتاج اللوب التاني خالص. بس قبل ما قبل ما ابدا احل لازم احول كله الى ايه؟ الى فولتج او بالفولت يعني. طيب دلوقتي بيمر هنا 1.5 امبير في ريزيستور قيمتها كام؟ قيمتها 4. فعشان نجيب الفي يبقى الاي تايمز الار، يبقى 1.5 تايمز الفور اللي هي كام؟ 6. يعني كده بقت ايه؟ 6 فولت. طب ماشي، طب وديت هتقول لي يا مستر بيمر فيها قد ايه؟ هي 2 دي برضه. ليه؟ لان انا بادئ من هنا اصلا يا جماعه، اللوب دوت بادئ من هنا كده او البرانش ده بادئ من هنا كده ومنتهي هنا. يبقى ال 2 امبير هم اللي ماشيين في ال 3 برضه، 2 تايمز 3 كام؟ 6 فولتس برضه. لو احنا بصينا للوب دوت اللي انا هعمله دوت اهو كده، مفيش فيه غير مجهول واحد بس اللي هو الايه؟ الفي بي. وكنا بنحلها سميشن اي ار ايكوال سميشن ايه يا جماعه؟ في بي. انا عندي في بي واحده بس وهي ماشيه مع اللوب. ليه؟ لان ده النيجاتيف وده البوزيتيف، او البوزيتيف بيزق كده واللوب ماشي معاها، يبقى الفي هنا بالبوزيتيف. طيب وبعدين اللوب ماشي كده اهو نازل لتحت عند الجزئيه ديت مع الكرنت اللي تحت دوت، يبقى هنا ايه؟ 6 فولت بالبوزيتيف. وبعدين انا ماشي بحول كده برضو ما هو مع الايه؟ مع الكرنت. ليه؟ لان هو كده ماشي هنا، يبقى كان بادي من عند الجزئيه ديت ماشي كده مع اللوب، يبقى هنا بلس ايه؟ بلس 6. يبقى خلاص 6 بلس 6 اللي هي كام؟ يبقى ال في بي ايكوال 12 فولت، يبقى الاجابه سي. يبقى الاجابه 7C. تعالوا ليه السؤال نمبر 8، مديني مساله في الداينامو. The coil of alternating current dynamo consists of 800 terminals. ديت ال N اكتبوا معايا. H of area 7 over 11 times 10 power negative 2 meter power 2. طالما جابها يا جماعه بالمتر مش هحول، لو جابها لي بالسنتيمتر او غير اي حاجه غير المتر هنحول. هنا بقى قال لك مساحه كل لفه كذا. هنا عشان نجيب الاريا بتاعت الكويل ده كله، في طلبه وطلبه كتير بتغلط يا جماعه تعمل الاريا ديت بتاعت اللفه الواحده تايمز عددهم. لا، هي الاريا بتاعت اللفه هي الاريا بتاعت الملف ككل، يعني ديت هي الايه اللي هشتغل بيها، ادي الان وادي الايه. طيب دوت بيتحرك الى يونيفورم ماجنتيك فيلد اوف دينستي 0.03 تسلا، ديت البي. اف ذا ماكسيمم انديوز الكتروميتر فورس which is generated is 48 volts. طبعا ديت اللي هي ايه بقى؟ اللي هي EMF maximum. Calculate the frequency that of the produced induced current and the value of the maximum induced electromotive force if the periodic time of the coil becomes 0.01 second. هو عاوز هنا حاجتين، عاوز الفريكونسي وعاوز بقى الماكسيمم الكتروموتيف فورس لو بقت البريدك تايم بكام؟ ب 0.01. ومدين الباي 22 اوفر 7. هحلها هي سؤال نمبر 8. كلنا حافظين ان الاي ام اف ماكسيمم ايكوال يا اما تقول عليها ناب اوميجا او ابن اوميجا، احفظها كده مش هنقول ساين ثيتا لان الثيتا بكام؟ ب 90 وساين 90 ب 1 ملهاش تاثير، بس الاوميجا احنا عارفينها اللي هي ايه؟ برافو عليكم 2 باي اف. الباي هنا ب 22 اوفر 7، لو جوه الساين بتكون ب 180، وقلنا الكلام ده 100 مره. هو عاوز الاف بس، فانا هجيب له اقول له اف ايكوال الاي ام اف ماكسيمم اوفر ناب تايمز 2 باي، يعني ان اي بي تايمز 2 باي هيكونوا تحت في الدينيميتور، وفي النيميتور هيبقى الايه؟ الاي ام اف ماكسيمم. الاي ام اف ماكسيمم اللي هي كام؟ 48، وتحت الان 800، والاي 7 اوفر 11 هطلع ال 11 فوق تايم 10 باور نيجاتيف 2، والبي اللي هي 0.03 اللي هي ممكن اقول عليها 3 اوفر 100
او اعمل فوق تايمز ايه 100. ويا جماعه انت على الكالكوليتر هترص الارقام وخلاص، بس انا بعملها كده عشان اسهل على نفسي. تايم تحت 2 وباي ل 22 اوفر كام؟ اوفر 7. هترص الرصه ديت على الكالكوليتر هتطلع كام؟ 50 هرتز. كده ايه بقى جبنا مين؟ جبنا الاف. ده اول مطلوب ليه. طب تاني مطلوب ليه؟ عاوز الاي ام اف ماكسيمم لو البريدكت تايم بقت كام؟ بقت 0.01. انا عندي ملحوظه مهمه جدا محدش ينساها يا جماعه، خدناها قبل كده، ان الفريكوانسي ايكوال 1 اوفر بريدكت تايم. طيب ايكوال ايه؟ 1 اوفر 0.01 يبقى ايكوال كام؟ 100 هرتز. ممتازين. الشاطر بقى يقول لي يا مستر طالما الفريكوانسي بقت 100 يعني هي زادت للدبل. الفريكوانسي في الاول كانت كام؟ 50، بقت كام؟ 100، زادت للدبل. يبقى الاي ام اف ماكسيمم زادت للايه؟ للدبل، لان العلاقه بين الاي ام اف ماكسيمم والفريكوانسي دايركتلي بروبورشنال. يبقى في الاخر كده الاي ام اف ماكسيمم الثانيه اللي هو طالبها ايكوال ناب اوميجا تايم 2 باي اف الان ب 800. في الامتحان لازم اكتب الرول الاول وبعد كده اكتب الارقام. انا بحل يا جماعه على طول عشان كاتب الرول اهوت وعلشان وقت الفيديو. في الامتحان ما حدش يكسل يكتب عشان الفول مارك. الاي 7 اوفر 11 تايم 10 باور نيجاتيف 2 والبي 0.03 والتو اهيت والباي 22 اوفر 7 والاف هتبقى كام؟ 100. هتمسكوا الكالكوليتر وتعملوها ديت يبقى هي دبل الرقم ده 48 يبقى كام؟ 96 فولتس. يبقى كده حللنا السؤال نمبر 8. تعالوا للسؤال نمبر 9. You have 3 electric bulbs، عندك 3 لمبات of equal electric resistances يعني كل الار بتاعتهم متساويه. Illustrate by drawing how could or how they could be connected together in an electric circuit with the electric cell of the negligible internal resistance. يعني هنوصلهم في electric circuit مع battery ما ملهاش ايه internal resistance. Such that the luminous intensity شدة الإضاءة of the three bulbs become maximum مرة ومينيمم مرة. طيب شدة الإضاءة يا جماعة luminous intensity معتمدة على الباور. والباور ايكوال ايه؟ I باور 2 تايمز الار، والار بتاعتهم كلها واحدة، يعني هنا يعتبر معتمد على مين؟ على الاي. فالاي الكبيرة هتكون هي الايه؟ الباور الكبيرة، وبالتالي هتكون هي الإضاءة الأشد. طيب أنا هعملها هنا، خدها قاعدة كده يا جماعة، لو أنا وصلت بارلل الالكتريك ريزيستنس ديكريز تقل، فيقوم اللايت انتنسيتي ايه؟ يزيد. فلو اللايت انتنسيتي زاد تقول الباور ايه؟ تزيد. هتقول لها مستر ما هي الريزيستنس بتقل برضه، ما هي الباور ايكوال في ايه؟ يعني اي باور 2 تايمز الار. في الحاجات ديت ده اصلا قانون باخدها. هقول لك افهمها لك دلوقتي. علشان نحصل على ماكسيمم انتنسيتي وعلشان احصل على مينيمم انتنسيتي، علشان احصل على ماكسيمم انتنسيتي هنوصل كل اللمبات بارلل. بالشكل ده وهقول لكم ليه دلوقتي. وعلشان اوصلهم عشان احصل على اقل لايت انتنسيتي هوصلهم كلهم ايه؟ سيريس. لايت بالبس يعني لمبات ده الرمز بتاعها، ولها رمز تاني يا جماعه اقول لكم برضو عشان تكونوا عارفين كل السيمبلز بتاع الالكتريك سيركت. الناس اللي ناسيه ممكن بالشكل ده كده ماشي. لو انا اعتبرت ان الريزيستنس بتاعت كل واحده ار والفي باتري ديت هي نفس الفي باتري دي وملهاش انترنال ريزيستنس، يعني الانترنال ريزيستنس بكام؟ بزيرو.
لو انا قلت لك انا عاوز الار توتال ليهم كلهم هتقول لي يا مستر سهله مش هما كلهم زي بعض. ايوه يبقى ار بتاعت الواحده اوفر ان اللي هو ايه عددهم اللي هو اوفر كام؟ اوفر 3. ممتاز. طب لو انا حبيت اجيب الاي هتقول لي يا مستر ما هي اللي فيه باتري اوفر الار توتال. اقول لك برافو عليك. ما هو الار توتال عباره عن ايه بقى؟ عباره عن ار اوفر 3. يبقى 3 تطلع هنا من تحت لفوق. طب يا مستر هات لي الباور. حاضر. ايكوال اي باور 2 ار ايكوال الاي باور 2. لو انت خدتها اي توتال خد الايه؟ خد الار توتال باور 2 بكله. طيب الاي باور 2 اللي هي كام بقى؟ الباور بتاع ال 3 الباور 2 بتاع ال 3 9 وديت في باور 2 وتحت ديت ايه؟ ار باور 2 تايمز الار بكام؟ ار توتال يعني. يبقى هنا ار اوفر 3 الار ديت راحت مع الباور 2 وهنا 3 اوفر 1 وهنا تبقى ايه؟ هتبقى 3. يبقى ايكوال في الاخر 3 في باور 2 اوفر ايه بقى؟ اوفر الار. طب ديت الباور التوتال ليهم كلهم لو انا وصلتهم ايه؟ ان بارلل. طب لو انا وصلتهم ان سيريس وخلي بالكم يا جماعه اللايت انتنستي بتاع الثلاثه كلهم ايكوال كلهم بنفس الايه؟ بنفس الاضاءه. لو انا موصل واحده بس لوحدها مع البتري هيبقى لها اضاءه معينه. جيت وصلت اثنين مع نفس البتري بس ان بارلل نفس الاضاءه بتاعت الاولانيه مش هتقل. لو وصلت ثلاثه نفس الاضاءه مهما وصل كل ما وصل كده نفس الايه؟ نفس الايه؟ اللايت انتنستي مش هتقل. طب هنا الار توتال ايكوال ار بلس ار بلس ار اللي هي ايه بقى؟ 3 ار. طيب يبقى الاي توتال ايكوال ايه؟ ممتازين البي باتري اوفر الار توتال اللي هي ايه بقى؟ اللي هي 3 ار. يبقى يا جماعه الباور اللي هي الكونسيومد باور اللي هي اي باور 2 تايمز الار ايكوال الاي باور 2 اللي هي في بي باور 2 اوفر طبعا الباور 2 بتاعت 3 9 وهنا ار باور 2 والار اللي هي هنا ايه بقى؟ 3 ار. الباور 2 راحت مع الار وهنا 3 بقت باينه 3 يبقى ايكوال ايه بقى؟ يبقى الباور هكتبها هنا بدون بخار عشان تبان ايكوال ايه؟ يبقى هنا بي باور 2 اوفر ايه بقى؟ 3 ار. طب مين القيمه الاكبر؟ هنشوف. طالما يا جماعه عندي الدينيميتور تحت هو اللي اكبر بيكون هو القيمه الاقل، يعني الباور ديت هي اللي ايه؟ هي اللي اقل من القيمه ديت. ولو حبينا نحسب الريشيو ما بينهم هيطلع ده قد ده 9 تايمز 9 مرات. لان لو عملت ده اهو كده اوفر ده هيطلع لك ال 3 من تحت لفوق وهتطير الفي باور 2 مع الفي باور 2 والار مع الار يبقى دوت هيبقى لك ايه؟ 9 اوفر 1. يعني إضاءة اللمبات لو هم ثلاثة موصلهم ان بارلل 2 لو أنا موصلهم ان سيريس يطلع لك إيه؟ 9 2 1 ديت نسبة الإضاءة ما بينهم. طيب خدوها قاعدة بقى كده. لو أنا عندي لمبتين موصلهم بارلل ولمبتين موصلهم إيه؟ سيريس. إضاءة اللمبتين ان بارلل هيبقوا عددهم كام؟ عددهم 2 النمبر بتاعهم خد الباور بتاعتهم تبقى 4. يعني اللايت انتنسي بتاعتهم هتبقى ايه؟ 4 تايمز اللايت انتنسي اللي انا موصلهم ان سيريس. طب لو هم 4 يبقى اللايت انتنسي اللي انا موصلهم ان بارلل ايكوال 16 تايمز لو انا موصلهم ايه؟ ان سيريس. دي قاعده عامه يا جماعه. لو هم 3 يبقى هنا ايه؟ 9 تايمز وهكذا. يبقى كده احنا حلينا. وخلي بالكم الباور ممكن تقول عليه ايه؟ في تايمز الار او في باور 2 اوفر في تايمز الاي معلش او في باور 2 اوفر ايه اوفر الار وكلهم هيطلعوا بنفس الناتج دوت. بس طبعا عشان وقت الفيديو مش هعملها كلها انا هعملها في الشيت بتاعي. طيب بعد كده هنا سؤال اهوت بيتكلم عن الاكس راي. طبعا دوت شابتر 6 كانسلت ودوت براكت سيريس طبعا شابتر 6 برضه كانسلت. تعالوا نلاقي السؤال نمبر 11
What is the mathematical relation used in calculating the equivalent resistance for the number n of equal resistors connected in parallel? هو هنا مش عايز هنا بروف، مش عايز استنتاج هنا خالص، ده هو عاوز ايه او ديديوس، مش عايز ديديوس، هو عايز الرول بس. يبقى لو انا موصل كذا بارلل كذا ريزيستورز بس ايه ايكوال كلهم ان بارلل، يبقى الار ايكوفيلنت لهم كلهم عباره عن ايه؟ قيمه الوحده اوفر النمبر بتاعهم اللي هي ار اوفر ان. طيب وات از مينت باي فوتو الكترونز اللي هي الفوتونات اللي هي الالكترونات الايه؟ الضوئيه. They are electrons which are emitted from the metallic surface. امتى بقى؟ When the light of frequency more than or equal to the critical frequency falls on this metallic surface. او مش لازم يا جماعه يكون الفريكونسي بس هو اللي قد او اكبر من الكريتيكال فريكونسي، لا ممكن يكون الويف لينث اللي ساقط يكون equal to or less than the wavelength of the critical wavelength. أو الورك فانكشن برضه، الورك فانكشن اللي هي الـ EW يا إما إيكوال، معلش لو هي الإنرجي اللي ساقطة ديت عبارة إيكوال إيه؟ إيكوال الورك فانكشن أور إنكريز أو زيادة عنها أو مور ذان يعني. يبقى هنا هي الإلكترونز اللي هي تنتج من الميتاليك سيرفيس من السطح المعدني إمتى بقى؟ لما شدة الضوء الساقط، لما الفريكونسي بتاعت الضوء الساقط يكون أكبر من أو يساوي على الأقل الإيه؟ الكريتيكال فريكونسي اللي هو التردد الحالي للميتاليك سيرفيس. أو يكون الورك فانكشن برضو مور ذان أور إيكوال، أو يكون ذا لايت إنرجي مور ذان أور إيكوال تو ذا ورك فانكشن. طب بعد كده نمبر 13 explain the irregular scale of the ohmmeter. يعني هو عاوز التدريج غير المنتظم للايه؟ للاوميتر. ما هو الاوميتر يا جماعه تدريجه غير منتظم ليه؟ لان انا كاتبه خلاص، كاتب هنا القانون اهوت، لان الالكتريك كارنت انتنستي انفيرسلي بروبورشنال تو ذا توتال ريزيستنسز نوت ذا انون ريزيستنس اونلي. يعني هو الاي دي تتناسب عكسيا مع المقاومه الكليه كلها مش مع المقاومه المجهوله بس. ولذلك هنا التدريج ايه؟ الريجولر غير منتظم او نون يونيفورم. وانا اكدت احنا عندنا في المنهج جهازين بس تدريجهم غير منتظم اللي هو الهوت واير اميتر والاوميتر. وكل حاجه لها سبب. يبقى لازم لو انا كتبت له هو ديو تو ذا ريليشن، بدات له بالريليشن يا جماعه زي كده، هو اصلا هيفهم ان انا فاهم، فهيديني الدرجه بسهوله. So the electric current intensity is inversely proportional to the total resistances. Not the unknown resistance only اللي هي الايه؟ الار اكس. وين ذا بوتنشال ديفرنس طبعا از ايه؟ كونستنت، لان لو بجيب علاقه بين اثنين لازم اثبت الثالث. انا عندي الفي مثلي ثابته، وعندنا في المثال اللي عندنا في كتاب المدرسه 1.5 فولتس. طيب بعد كده منشن تو فاكتورز افكتنج، هو عاوز اثنين من العوامل اللي بيأثروا على instantaneous induced electromotive force generated in the alternating current dynamo coil. هو عاوز instantaneous induced electromotive force، الفاكتورز اللي بتأثر عليه ايه؟ هو عاوز تو بس، انا هقول كله. طبعا instantaneous electromotive force equal ايه؟ ابن اوميجا ساين سيتا او ناب اوميجا ساين سيتا، ال n number of coil turns، ال a اللي هي surface area of the coil، ال b اللي هي magnetic flux density، ال W ديت اللي هي ايه بقى؟ برافو عليكم، Angular Velocity. وديت بتعتمد على ايه؟ على الفريكونسي. طب ساين سيتا بقى عباره عن ايه؟ عباره عن ساين انجل بتوين ذا بيربنديكولار اوف ذا كويل اند دايركشن اوف ذا ماجنتيك ايه؟ فلوكس. وطبعا دول كلهم دايركتلي بروبورشنال، يكتفي بس الاثنين في الامتحان لان هو عاوز ايه؟ تو فاكتورز. نيجي للسؤال اللي بعد كده، البي تايب كريستال دي طبعا دي في شابتر 8 كانسل. سؤال نمبر 16 ايه؟ هو بيقول لك وات ار ذا فاكتورز افكتنج اند ذا ماثيماتيكال ريليشن اوف، هو عايز العلاقه الرياضيه تكتبها اللي هو القانون اللي انا كاتبه دوت، وعاوز الايه؟ العوامل المؤثره على ايه؟ على امبيدنس اوف ذا الترنيتنج كارنت سيركت كونتينز ها اندكشن كويل اند ريزيستور. يعني فيها ملف يا جماعه وفيها مقاومه بس اللي هي ايه؟ ار. يعني عندي اكس ال وعندي ار، معروفه ليه الامبيدنس ايكوال ايه؟ سكوير روت ار بار 2 بلس اكس ال بار 2. كده خدت الدرجه بتاعت الايه؟ ماثيماتيكال ريليشن.
طب هو عايز الفاكتورز بقى، ما هما اتنين اللي هي الاوميك ريزيستر او ريزيستنس اللي هي ايه ار، اللي هي ار ديت، وايه كمان اندكتيف ريأكتانس اوف ذا كويل اللي هي ايه اكس ال. وعندنا الاكس ال ايكوال ايه 2 باي اف ال، يعني الاكس ال اصلا ديبندز على حاجتين اللي هو الفريكوينسي بتاعه الداينامو وكمان اللي هو ال بتاعه الكويل. طيب بعد كده بي ذا فريكوينسي اوف ذا ريزونانت سيركت، ريزونانت سيركت اللي هي دائره الايه دائره الرنين اللي كان فيها اكس ال ايكوال اكس سي، وكان فيها في ال ايكوال في سي، وكان الزد ايكوال ار، وكان التان ثيتا ايكوال زيرو، اللي هي خصائص الايه ريزونانت سيركت. لازم تراجعه. الاف ايكوال ايه 1 اوفر 2 باي سكوير روت ال سي. طيب بالنسبه لل2 والباي الاثنين دول كونستانتس ثوابت، مش طبعا مش بيأثروا اي حاجه ثابته يا جماعه، مش بتأثر على اي علاقه، يبقى اللي بيأثر ال والسي ممكن اغير فيهم، بس هاي ال ال ولا سكوير روت اوف ذا ال؟ برافو عليكم، يبقى ايه سكوير روت اوف ذا اندكتانس كوفيشنت اللي هي ال ال، وبرده سكوير روت اوف ذا ايه كاباسيتانس اوف ذا كاباستر اللي هي ايه اللي هي سي. بعد كده السؤال نمبر 17، ذا فول دايركشن فور موفينج كويل جالفانومتر فروم زيرو بوزيشن از 80 ديجري وين ا كارنت اوف 30 ملي امبير باسس ثرو ات The scale deflection from zero position was 60 degree. Calculate the galvanometer sensitivity. يعني هو عايز الحساسية بتاعت الجلفانومتر. And the maximum current which can be measured if its coil is connected to a shunt resistor of 0.01 of its coil resistance. المسائل ديت مع انها من المسائل اللي تبان صعبة بس هي سهلة. هي فكرتها في ايه؟ ركزوا معايا وأقولها لكم. هفهمكم الجزئيه ديت بالعربي يا جماعه علشان تفهموا المنطوق بتاع المساله ايه. هو بيقول لك المؤشر هينحرف لنهايه تدريجه اللي هو بيصنع زاويه كام 80. تمام، طالما بينحرف لنهايه تدريجه يبقى ايه هي ديت الاي جي اللي انا عايزها. طب هو بيقول لك بقى بينحرف ل 60 لما يمر فيه كام؟ لما يمر فيه 30 ملي امبير. طيب مش سنسيتيفيتي ديت ايكوال ايه؟ ممتازين اللي هي ايكوال ايه يا جماعه؟ ثيتا اوفر اي. دي خلي بالكم البروبلم نمبر 17 اهي تكون واضحه. طيب الثيتا 80 اوفر الاي الاي جي لان دوت هو الايه؟ الماكسيمم ديفليكشن اعلى انحراف ليها ايكوال الثيتا لما كانت ايه؟ 60 الاي كانت كام؟ 30 بس ملي امبير. يعني الاي جي اللي انا هطلعها هطلعها بالملي امبير، يبقى الاي جي ايكوال ايه؟ الاي جي هتقول 30 تايمز 80 اوفر 60. 30 تايم 80 اوفر كام؟ 60. وهقول لكم حاجه يا جماعه، ليكم الحل السريع في الامتحان على طول عشان مش كل حاجه نستخدم الكالكوليتر. طالما ال 30 هاف ال 60 يبقى الاي جي هاف ال 80، طبعا هاف ال 80 اللي هي كام؟ 40. بس اوعى تنسى 40 يا جماعه ايه؟ ملي امبير. انا هحولها على طول يبقى 40 تايم 10 باور نيجاتيف كام؟ 3 امبير. ماشي. اللي هي 0.04 ممكن نقول عليها ايه؟ 0.04 امبير على طول. كده جبنا ايه بقى؟ الاي جي. طب هو عايز ايه؟ عاوز سنسيتيفيتي اوف ذا عاوز جلفانومتر سنسيتيفيتي، ما جبناهاش ليه؟ جلفانومتر سنسيتيفيتي ممكن اجيبها له من هنا اللي هي الثيتا اوفر اي. انت ممكن تاخدها 80 اوفر كام؟ اوفر 40 تايم 10 باور نيجاتيف 3. او ممكن تاخدها له 60 اوفر كام؟ اوفر 30، اي حاجه. في الاخر هيطلع لك طبعا ديت 2، طبعا ديت ايه بقى؟ ديجري بير ملي امبير. يعني هينحرف درجتين بس لكل ايه؟ 1 ملي امبير. لو عملت انتو 60 اوفر 30 او ده اوفر ده كده 80 اوفر 40 كده هيطلع لكم ايه؟ 2 ديجري 4 ملي امبير او بير ملي امبير. دي بقى سنسيتيفيتي، ده اول حاجه مطلوبه. طب بعد كده هو طالب ايه؟ طالب شانت ريزيستنس. انا هقول لكم يا جماعه الاميتر كله القوائم بتاعتها كلها بالمره كمراجعه، يعني اللي هكتبه هنا في جنب ده
هم 3 رولز نقيتها بس ما عندناش غيرهم ل ار اس ايكوال ار جي اي جي اوفر الاي ماينس ايه يا جماعه الاي جي، وممكن انت تقول عليها في جي اوفر الاي ماينس اي جي، لان ده كلام مهم. القانون اهو يا جماعه مهم للازرق دوت، والقانون اللي بعد كده لو هو عاوز الاي يبقى ايكوال، ممكن لو انت تجيبها من هنا الاي جي بلس اي جي ار جي اوفر ايه بقى ار اس. طيب لو احنا عايزين نجيب sensitivity of the ammeter اللي هي ايه بقى؟ اللي هي I over IG equal، او معلش ال IG over ال I عبارة عن هنا ايه؟ RS plus RG over RG plus A RS. هما دول بس الثلاث قوانين او الثري رولز اللي بيستخدموا في الايه؟ في الاميتر. اللي طالبه لي بقى نعمله. طيب هو بيقول لك ايه بقى؟ هنا and the maximum current which can be measured if the if its coil is connected to the shunt resistors اللي هي ايه بقى؟ ديت الار اس. بس دي مش قيمه الار اس، قال لك 0.01 of its coil resistance. ماشي. يعني يا جماعه مديكوا كده المعلومه اللي مديها لنا هنا عشان بس تفهموا المساله دي بتقول ايه؟ ان الار اس ايكوال 0.01 ار جي، ده معناه اللي انا كتبته دوت هو ترجمه اخر السطر دوت. يعني هنا الشنت ريزيستور ايكوال ايه؟ 0.01 اوف ذا كويل ايه؟ ريزيستور اللي هي ايه؟ ار جي. طب ماشي، هو عايز ايه بقى؟ ماكسيمم كارنت، يعني هو عايز الاي، ما الاي دي ماكسيمم كارنت، يبقى هاخدها من الرول الثاني ده على طول علشان ايه ما احيرش نفسي. الاي ايكوال اي جي، انا كاتب القانون اهو مش هكتبه ثاني. اي جي حسبناها بكام بقى يا جماعه؟ جبناها احنا اللي هي دي، ممكن اقول له اللي هي ايه؟ 0.04 اللي هي 40 تايم 10 باور نيجاتيف 3 بلس اي جي ار جي. اي جي اللي هي كام؟ 0.04. ار جي مش عندي، بس الار اس اللي هي ايه بقى؟ 0.01 ار جي. يبقى كده ايه اللي حصل بقى للار جي؟ ار جي لو واحد اهي، لما نعملها على الكالكوليتر يبقى الاي ايكوال 0.04 بلس ده يطلع لكم كام؟ 4، يبقى ايكوال 4.04 امبير. دي قيمه ايه بقى؟ الماكسيمم كارنت اللي هو ايه؟ هيقيسه الامير. ماشي، ده سؤال 17. نيجي للسؤال اللي بعد كده، سؤال 18. As a light of 100 turns يعني هما 100 لفه، its cross sectional area is 10 سنتيمتر باور 2. هنا الاريا بالايه؟ بالسنتيمتر باور 2. احولها لمتر باور 2 ازاي؟ اللي هي اعملها تايم 10 باور نيجاتيف 4 اند اتس لينس از 40 سنتيمتر، احولها برضه للمتر تايم 10 باور نيجاتيف 2. كاريز ان الكتريك كارنت اوف انتنسيتي 10 امبير ديت الاي كولد ان ايرن كور اوف ذا بيرمابيلتي 2 تايم 10 باور نيجاتيف 3 اللي هي الميو. كالكوليت ده ايه بقى يا جماعه؟ سيلف اندكتنس اوف ذا كويل، يعني هو عايز الايه؟ عايز ال. السؤال نمبر 18 اهوت، سؤال برضه لو انت حافظ القانون بتاعه خلاص، يعني هتبقى بالنسبه لك سهله خالص. ال ايكوال ايه؟ ال ايكوال قلت لكم احفظوها يا جماعه، منال اهي منال كده. بس لو هي ال يبقى هنا ايه؟ ان باور 2. لو هي ام بتكون ان 1 تايمز ان 2 اي 2 اوفر ال 1. خلينا في الايه؟ في ال ان بس. كل حاجه عندك اصلا بقى، مفيش حاجه ثانيه يعني مش موجوده، مديك الميو والان والاي والال، انت بس عوض في اللي قدامك دوت، بس ما تنساش التحويلات. يعني ايه؟ الميو مفيش فيها تحويله، 2 تايم 10 باور نيجاتيف 3 عشان جايبها لك بالايه؟ ويبر بير امبير متر. طيب ال ان 100
بس اوعى تنسى الباور 2 تيرنز. الاريا بكام؟ ب 10 بس سنتيمتر باور 2. طيب 10 باور نيجاتيف 4 عشان احولها لمتر باور 2. والال بكام؟ 40 سنتيمتر يبقى 40 تايم 10 باور نيجاتيف 2. بس كده هتطلع انت الايه؟ الال طلعت 0.05. اوعى تنسى هنري. طيب بعد كده سؤال بقول لك برضه اختار الحل اي او بي كومبير بتوين ان تايب وبي تايب دوت شابتر 8 كانسل و اور جيت واند جيت كانسل برضه ديت في شابتر 8. سؤال نمبر 20 اكسبلين زي جيب ريزون كده ذا فريكونسي اوف جاما ريز فوتون ديكريزز وين ات كولايدز افري الكترون. طبعا ديت اللي هي ايه؟ اللي هي كونتونز فينومينا اللي هي ظاهره كونتون. اقول لك التردد بتاع الجاما ريز بيقل. ايوه ما هو اصلا الانرجي بتاعته بتقل. ليه؟ لان هو بيفقد جزء من الانرجي بتاعته بيديها لمين؟ للالكترون. طالما الانرجي قلت يبقى الفريكونسي قلت لان انرجي ايكوال ايه يا جماعه؟ اتش نيو. اتش بلانكس كونستنت ثابت والنيو هو ايه؟ اللي بيقل تبع الانرجي. يبقى ايه؟ بيكوز ات لوزز بارت اوف اتس انرجي that is gained by the electron so the electron velocity increases and the photon frequency decreases according to the Compton's phenomenon. طيب بيبقى in the nuclear fission في الاندماج النووي او الانشطار النووي معلش a very great amount of energy is produced. ما العلاقه بتاعت اينشتاين اللي هي E اللي هي الانرجي equal m times c power 2 ماشي. في الانشطار النووي النيوكلير فيشن بتكون الماس قليله ومع ذلك الانرجي كبيره جدا. ليه بقى؟ لان مضروبه يا جماعه في سكوير اوف ذا لايت فيلوسيتي اللي هي مربع سرعه الايه؟ الضوء. ده احنا عارفين اصلا سرعه الضوء قيمه كبيره اللي هي 3 تايم 10 باور 8. الباور 2 بتاعتها هيكون كام؟ 9 تايم 10 باور 16 قيمه كبيره جدا. يبقى وير اهو ذا ديكريز ان ماس كونفيرت انتو ا جريت اماونت اوف انرجي because it is multiplied by a great value which is c power 2 اللي هو كام؟ 9 times 10 power 16 متر بير سكند all power 2. بعد كده السؤال 21 الترانزستور والبيور سيم كوندكتور ديت في الشابتر 8 كانسلت. السؤال نمبر 22 what is the mathematical relation هو عاوز العلاقه الرياضيه used in calculating multiply resistors عايز الايه؟ ال RM عشان احول الجلفانومتر لايه؟ فولت ميتر. يبقى ال RM ايكوال ايه؟ هو عايز العلاقه بس مش عاوز استنتاج. لو عاوز استنتاج انصحك ترسم الاول عشان تمشي صح. حتى لو هو قال لك وداوت دروينج انت كده في جنب كده ارسم عشان ما تتلخبطش. RM ايكوال ايه؟ V minus VG over A ال IG وال VG عباره عن ايه؟ IG RG. طيب السؤال نمبر 23 it showed the correct answer. في الشكل اللي قدامنا دوت هو قال لك if the circuit was in the case of the resonance يعني هي في حاله رنين يعني ال XC equal مين؟ XL. طيب then the capacity of the capacitor increased to the double then the new frequency which causes resonance is space. هنختار من كده. طب احنا هنحل الاول علشان نعرف نجيب الناتج. هقول لكم دي طريقتين واللي يفهم باي طريقه منها يا جماعه يحل بيها في الامتحان مش مشكله. بصوا معايا كده انا عندي الاف في حاله الريزونانس ايكوال ايه؟ 1 اوفر 2 باي روت ال سي ماشي. دلوقتي ايه انا عايز اشوف الفريكونسي الجديد هيكون عامل ازاي. ركزوا معايا بقى اللي قايل عليه هنعمله واللي مش جايب 6 احطه ب 1 ال 1 زي ما هي وال 2 ثابت احطه زي ما هو والباي ثابت احطه زي ما هو والسكوير روت ديت جواها ايه اللي ما جابش 3 احطها زي ما هي. بس هو قال لي هنا ايه؟ السي هتزيد للدبل يبقى احطها ايه؟ 2 دبل يعني 2. في الاخر يطلع لي كده 1 اوفر روت 2 يعني الاف الجديده اللي هي عندي ايكوال ايه؟ اف اللي كانت موجوده فكرها ايكوال ايه؟ اف اوفر روت 2 ايكوال 50 اوفر ايه؟ روت 2 هتلاقي ايكوال 25
is square root 2 دي الطريقة. حاولت انا اهو الاف الجديدة يعني هيكون 1 over square root 2 للاف اللي كانت موجودة. يعني هي الاف اللي كانت موجودة over square root 2 هتجيب لي ايه الاف الجديدة اللي هي اللي انا عايزها يعني. طيب اللي مش فاهم ديت اقول لك سهلة برضو. طالما عندنا كله ثوابت يا جماعة يبقى احنا خدنا قانون قبل كده مهم جدا همسح ديت واقول لكم عليه تحلوها برضه بسهولة اللي هي ايه؟ اللي هي اف 1 اوفر اف 2 ايكوال سكوير روت ال 2 سي 2 اوفر ال 1 سي 1. جبت منين ده يا مستر من القانون دوت الاولاني؟ هقول لكم ازاي جاي. ما هنا التناسب او العلاقه بين الاف والال سي انفرسلي بروبورشنال، بس انفرسلي بروبورشنال مع السكوير روت بتاعهم. يعني هنا يا جماعه اف 1 يكون هنا ال 1 سي 1 وهنا اف 2 تحت يكون فوق هنا ايه ال 2 سي 2. طب ال ما جابليش سيرتها يبقى هما زي بعض خلاص كده. طيب الاف 1 عندي 50 جبتها منين يا مستر؟ اهي يا جماعه هو مدهاش في المساله اهي. الاف اللي كانت موجوده اللي هي كام؟ 50 باينه اهي. طيب الاف 2 اللي انا عايزها جديده ايكوال سكوير روت السي الثانيه ضابط السي الاولانيه، يعني لو السي الاولانيه ب 1 هي هتكون بايه؟ ب 2. يعني 50 امشي بقى واحده واحده علشان تشتغل شغل الناس صح. اوفر اف 2 ايكوال سكوير روت 2 اوفر 1 سكوير روت ايه بقى؟ سكوير روت 2. طب انا عاوز الاف 2 بس يبقى الاف 2 ايكوال ديت يا جماعه كانها اوفر 1 اف 2 اوفر 1 باف 2 ايكوال ايه؟ 50 اوفر اف 2 يبقى ايكوال ايه؟ 50 اوفر ايه؟ معلش سكوير روت 2 يعني ايكوال 50 اوفر سكوير روت 2. لما نعملها على الكالكوليتر ديت تطلع لك هنا ايه؟ 25 روت 2. يبقى الاجابه هتبقى ايه؟ هتبقى بي. يبقى 23 هتبقى بي. تعالوا بقى لـ 24 mention two factors affecting the magnetic dipole moment. الماجنتيك دايبول مومنت اللي هي الام دي اللي هي اي ان تعتمد على ثلاث حاجات الاي والاي والان اللي هي الكتريك كارنت انتنسيتي والفيس اريا اوف ذا كويل ونمبر اوف ذا كويل تيرمز وكلهم دايركت بروبورشنال ولا تعتمد على التورك. يعني لو التورك ايكوال زيرو الماجنتيك دايبول دوت مش ايكوال زيرو ليه ايه؟ ليه قيمه. وعلى طول يا جماعه هو بيكون الاتجاه بتاعه بيربنديكولار تو ذا كويل. يعني لو الكويل مثلا كده كده الدايب هو كده بيكون مثلا ايه؟ بارل تو ذا ماجنتيك فلكس ده الكويل. بيكون اتجاه الماجنتيك دايبول انت امسك قلم بيبقى كده بيربنديكولار تو ات. طب لو الكويل بيربنديكولار بتلاقي انت اتجاه الماجنتيك دايبول بارل تو ذا ايه؟ ماجنتيك فلكس. هو يعمل معاك كده يعملها كده بالقلم هتلاقي العمليه بالنسبه لك سهله جدا عشان تحدد الاتجاهات مع دوران الملف بالنسبه للماجنتيك دايبول. طيب بعد كده 25 وات از ذا رول اوف ذا اي بيس في السبكتروميتر ديت في شابتر 6 كانسلد وده برضه في شابتر 8 كانسلد. الفيديو ده كده يا جماعه هكتفي بالحل فيه لحد اللي هي نمبر 26 والفيديو القادم ان شاء الله هنكمل من اول نمبر 27 لحد اخر الامتحان. شد حيلكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.